والعربية بتقدر تشحن من 10 لـ80% خلال 40 دقيقة فقط عن طريق شاحن دي سي السريع، ومدى البطارية 417 كيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا عربية جميلة جدا من شركة مرسيدس. طبعا العربية دي عربية كهرباء اسمها EQC 400 فورماتيك. 400 ده دليل على الهورس باور بتاع العربية اللي هو تقريبا 400 حصان، وطبعا كلمة فورماتيك بتدل على ان العربية دفع رباعي. بالنسبة لتاريخ السيارة، السيارة مبنية على EQ Concept، وهو ده النموذج اللي تم الإعلان عنه في 2016 في معرض باريس الدولي للسيارات. النسخة الإنتاجية النهائية تم الإعلان عنها في السويد سنة 2018. العربية دي بتنتمي لفئة السيارات الكومباكت SUV، الكومباكت لاكشري SUV عشان نبقى محددين، ومبنية على نفس الشاسيه بتاع العربية GLC بنفس قاعدة العجلات ونفس الأبعاد بالظبط اللي هنعرفها كمان شوية. يعني من الآخر العربية دي هي نفس العربية المرسيدس GLC في نفس الأبعاد ونفس الوزن ونفس كل حاجة، الفرق إنه دي بتمشي بالكهرباء بالكامل. أبعاد السيارة 4761 ملي، ده بالنسبة للطول. العرض 1884 ملي، ارتفاع العربية 1624 ملي، قاعدة العجلات 2873 ملي، ودي قاعدة حلوة مش قليلة، يعني اللي قاعد ورا هيكون مرتاح مش هيبقى متضايق. وزن العربية فاضية 2425 كيلو، وزنها كبير طبعا، تعتبر 2 طن و400، يعتبر وزن تقيل. حجم الشنطة الخلفية 500 لتر. بالنسبة للأداء والمحرك، السيارة مزودة بمحركين، المحرك الأول على الأكس الأمامي والمحرك الثاني على المحور الخلفي. المحركين مع بعض بينتجوا 300 كيلو وات في الساعة، بيعادلوا 402 هورس باور. بالنسبة للسرعة القصوى للعربية فبتوصل ل 180 كيلو متر في الساعة، ومن 0 ل 100 في 5 ثواني. عربية وزنها 2 طن و400، بتوصل من 0 ل 100 في 5 ثواني. طبعا لانه احنا كلنا عارفين انه المواتير الكهرباء او العربيات الكهرباء بيبقى ادائها حلو جدا، لانه العزم بيبقى حاضر تحت رجلك من اول دوسه، مش هتستنى لما العربيه تجمع او الموتور يوصل ل RPM معين عشان العزم كله يطلع، لا، كل العزم بيطلع مره واحده، وده بيخلي العربيات الكهرباء عندها ميزه في التصارف. بالنسبه للبطاريه، قدرتها 80 كيلو وات في الساعة، مكونة من 384 خلية ليثيوم أيون. يمكن شحن البطارية من 10 لـ80% خلال 40 دقيقة فقط عن طريق شاحن دايركت كارنت، أو اللي هو شاحن الدي سي اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو. الشاحن ده طبعا انت بتشتريه بشكل منفصل من شركة مرسيدس، بتركبه عندك في الجراج بتاع الفيلا أو في الجراج بتاع البيت علشان تشحن بيه شحن سريع. اذا مش عاوز تشتريه بتشحن الشحن العادي في الفيشة العادية، بس طبعا بتاخد لها مثلا ممكن من 7 لـ8 ساعات علشان توصل لـ80%. الشحنة الواحدة بتمشيك 417 كيلو متر لو انت ماشي المشي الهادي العادي. لو هتدوس بقى يعني هيبقى في تسارع زيادة او رجلك تبقى تقيلة على البنزين، هيبقى 350 كيلو متر فقط هو مدى الشحنة الواحدة. بالنسبة للانتيريور بتاع العربية، عندنا طبعا الشاشتين المشهورين بتوع مرسيدس، عدادات شاشة تقدر تغير فيها زي ما انت عايز، فتحة سقف طبعا مش بانوراما ولكن فتحة سقف مش وحشة. عندنا طبعا نظام التشغيل في العربية نظام الـ MBUX، وهو ده يعتبر احسن نظام واحدث نظام من شركة مرسيدس.
العربية دي زي ما قلنا في الأول هي من إنتاج 2019، ولحد دلوقتي بيتم إنتاجها، بتنزل بنفس الشكل، مفيش أي تغيير في الشكل. سلسلة الـ EQ من مرسيدس هتبقى كالتالي، هيبقى الـ EQC اللي هي تعتبر الـ GLC بس النسخة الكهربائية. لو عندنا مثلا العربية اللي هي أكبر من الـ C-Class اللي هي الـ GLS هتبقى EQS وهكذا، هيبقى دي أسامي العربيات الكهرباء. في النهاية لو عجبك الفيديو ياريت ما تبخلش علينا باللايك، لو أول مرة تزور قناتي ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.